يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الإخوة المصلين يأكل الثوم والبصل فيتأذى من بجواره برائحته في المسجد، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم، الفعل إيش؟ تأذي. لا، أكل الثوم والبصل لا، ما يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، صير عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له يأكل الثوم والبصل ويروح للمسجد يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. نعم.